انضم إلينا من ديترويت الباحث المختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية خالد الترعاني. سيد خالد، أهلا بك معنا، صباح الخير. أسألك في البداية عن هذه التصريحات الأمريكية، كيف ينظر إليها؟ وهناك يبدو تباين بموضوع إن كان بشأن هذه المباحثات التي تجري في القاهرة، أو حتى بما تنوي أو تلوح به حكومة نتنياهو، ونتنياهو تحديداً بعملية برية واسعة في رفح. نعم، بالنسبة لتصريحات إدارة الرئيس جو بايدن، أنا أعتقد أنها تصريحات هي قد تكون للاستهلاك المحلي الداخلي، خصوصا في ظل الأزمة التي واجه الرئيس جو بايدن، من ناحية أن عدد كبير من الناخبين الأمريكيين خصوصا من أعضاء الحزب الديمقراطي غير راضين أبدا عن تعامله مع العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في غزة والإبادة الجماعية التي تمارس هناك. هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى هو يعني قد يختلف بعض الشيء مع الجانب الإسرائيلي، ولكن هو الاختلاف على الأدوات وليس الاختلاف على الأهداف، بدليل أن الرئيس جو بايدن اليوم خرج إلى الإعلام إلى كل الشعب الأمريكي وطالب الكونغرس بأن يقر حزمة المساعدات الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. 9 دولارات تذهب إلى الذخائر والأسلحة، ودولار واحد يذهب إلى المساعدات الإنسانية. إذن الكلام في مكان والفعل في مكان آخر. أما بالنسبة للاجتماع القاهرة، فأن الرئيس جو بايدن أرسل المدير العام لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA ويليام بيرنز، هو لم يرسله فقط بأنه رئيس أو مدير عام الاستخبارات الأمريكية، ولكن أيضا كدبلوماسي حذق ومخضرم وخبير بالمنطقة العربية، كون أنه خدم سفيرا في عدد من الدول العربية وكان وكيل وزارة الخارجية قبل ذلك، فهو قضى معظم شخصيته العملية أو حياته العملية في العمل الدبلوماسي، فهو يذهب وهو متمكن من الموضوع. الشيء الملاحظة على الأمر أنه بدل أن يذهب، يعني الحركة المقاومة الإسلامية حماس قدمت ردها الذي بداية قالت إدارة الرئيس جو بايدن أنه كان إيجابيا، وبدل أن يذهب ويليام بيرنز أو المبعوث الأمريكي إلى تل أبيب لأنها هي التي رفضت، يذهب إلى القاهرة كي يضغط على الجانب الفلسطيني، ولا أعتقد أنه يستطيع أن يضغط بشيء لأن الجانب الفلسطيني هو الذي يعني يواجه أكبر خسائر بشرية وأكبر كم من الإجرام من ناحية الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكب ضد المدنيين هناك، فليس هناك ضغوط يمكن أن تمارس على الفلسطيني أكثر من هذا. هو تحدث يوم أمس أيضا عن هدنة لستة أسابيع كما قال عنها الرئيس الأمريكي، وأيضا قال بأنها يتم البناء عليها. طيب، على أيضا مستوى التصريحات جون كيربي، كيف نفهم موضوع حتى التصريحات الأمريكية وما قاله جون كيربي؟ يعني بشكل عام الإدارة الأمريكية هذه العبارات التي يتم الحديث عنها، أوضحنا، قلقون، ننصح، يعني هذه العبارات ليست بالجديدة على الإدارة الأمريكية، لكن خلال كل هذه المدة وهذا التباين وعملية الشد والجذب التي كانت تحديدا حتى بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وبين نتنياهو، كيف ينظر إليها حتى هذه اللحظة؟ في يمكن التفاؤل الأمريكي كان بشأن موضوع هذه المباحثات أو حتى الوصول إلى صفقة. نعم، يعني أنا لا أرى أن هذه الاختلافات بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة الاحتلال حكومة بنيامين نتنياهو بأنها تختلف بالمطلق عن الاختلاف بين بنيامين نتنياهو وبيني جانز داخل كابينة الحرب الإسرائيلية. هي مرة أخرى اختلافات بسبب اختلاف وجهات النظر، وبسبب أن بنيامين نتنياهو في حقيقة الأمر هو الأولوية له صراع البقاء والصراع الوجودي الذي يتهدد في حالة انتهت هذه الحرب. فالاختلافات هو أنه مندفع باتجاه مزيد من التصعيد والحرب والقتل وما إلى ذلك، لأن هذا الاستمرار يعني استمرار حياته السياسية، وقد يكون استمرار حياته كمواطن حر يعني في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
لذلك هذا الاختلاف هو اختلاف في وجهات النظر واختلاف على طرق التعامل تتماهى هنا في هذه الجزئية فقط، إدارة الرئيس جو بايدن مع بيني جانتس والمعارضة الإسرائيلية داخل كابينة الحرب، ولا تختلف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على نعم تحقيق الأهداف، بمعنى الولايات المتحدة ليس عندها مانع أن يكون هناك عمليات في رفح، هي فقط تقول ولكن احذروا قليلا، يعني لا تقتلوا 20 طفلا، اقتلوا فقط 10 أطفال. يعني هو يضع ثمن لهذه العمليات، هذا الثمن هو عدد مقبول من المدنيين الفلسطينيين الذين يمكن أن يستشهدوا في هذه العمليات، والأمريكي متصالح مع هذه القضية، بل أنه يريد أن يمول مزيد من العمليات العسكرية كما أقر المجلس الشيوخ بالأمس، وطالب اليوم الرئيس جو بايدن مجلس النواب بإقرار ما أقره مجلس الشيوخ. نعم سيد خالد، أيضا قصدت من هذا السؤال وموضوع حتى التصريحات من قبل الإدارة الأمريكية وتحديدا من جون كيربي بهذه العبارات التي يتم التصريح بها، مدى جدية الولايات المتحدة الأمريكية في عملية الضغط. يعني حتى لم نسمع من قبل أي مسؤول أمريكي بأنه يجب مثلا على حكومة نتنياهو، أو يجب على نتنياهو أن يفعل كذا وكذا وكذا، أو أنه عليه أن يفعل كذا وكذا وكذا. هذه الجدية لا نعم توجد من خلال التصريحات أو حتى من خلال الأفعال. نعم صدقت، هذه الجدية غير موجودة، لأن الولايات المتحدة متماهية تماما مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في رغبتها بأن تنتهي هذه أو يتم إنجاز هذه العمليات. بالنسبة أيضا إلى موضوع، يعني أعود إلى النقطة التي ذكرتها قبل قليل، موضوع أيضا العملية البرية في رفح. الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا نوعا ما هذه التصريحات اختلفت، والآن بات يتحدث عن ضمان سلامة المدنيين، وهذه يمكن المرة الأولى الذي يقر ويعترف بها بأعداد الشهداء التي وصلت إلى أكثر من 18,000. هذا إقرار أيضا ضمني منه ب ما تورده التقارير من الصحة الفلسطينية. كيف ينظر أيضا إلى هذه التصريحات من قبل الرئيس الأمريكي؟ نعم، بدون أدنى شك أن الرئيس الأمريكي والإدارة الأمريكية تتعرض إلى ضغوط داخلية وخارجية. الضغوط الخارجية من الحلفاء الذين يعني الأردن ومصر وعدد من الدول التي ترى أنها يعني هذه التصرفات الأمريكية بشكل خاص تسبب حرج، بأنهم حلفاء مع الولايات المتحدة، وعدم تجاوب الولايات المتحدة مع الرغبات هذا يسبب حرج لحلفائها من العرب، خصوصا دول الاعتدال العربي كما تسمى. ولكن هناك الضغط الداخلي بأن 70% أو 71% من شباب الحزب الديمقراطي بين عمر 18 و34 غير راضين عن أداء حكومة أو إدارة الرئيس جو بايدن بتعاملها مع الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. هذا الإحراج وهذه الخسارة، خسارة مزيد من الأصوات في سنة انتخابية، وكل الاستطلاعات الرأي الستة الرئيسية التي أجريت والتي لأول مرة تظهر كل هذه الاستطلاعات معا، تظهر بأن الرئيس جو بايدن يخسر أمام المرشح دونالد ترامب، الرئيس السابق دونالد ترامب. هذه الضغوط الداخلية والخارجية برأيي جعلت الولايات المتحدة تعدل من خطابها، ولكن هو تعديل في الخطاب وليس تعديل في السياسات، بمعنى ما زالت عندما يعني يتم سؤالها وبشكل مباشر، ما زالت الولايات المتحدة تقول أن لإسرائيل الحق بالدفاع عن نفسها، ونحن لن نطلب من الإسرائيليين أن يعطونا جدولا، هذا سيكون هدية لحماس إذا أعطونا جدول متى ستنتهي العمليات. فهم دائما خطابهم فقط يعني للظهور بمظهر المهتم، ولكن عندما يعني تأتي الأمور نحو الجد هم متماهون تماما مع رغبات الاحتلال الإسرائيلي بأن يستمر بعمليته العسكرية. هناك أولوية لدى الولايات المتحدة أن يكون هناك إطلاق سراح للمحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية حماس،
الولايات المتحدة حريصة تماما على هذا وتريد أي شيء كي ينجز هذه الصفقة، صفقة التبادل. لذلك هي أرسلت ويليام بيرنز، والأولوية لويليام بيرنز هي ليست وقف إطلاق النار وإنما إطلاق سراح المحتجزين ومن ثم الوصول إلى إطلاق النار. أما قضية الـ6 أسابيع فهي قتل مع وقف التنفيذ، بمعنى يقولوا أوقفوا العمليات لمدة 6 أشهر، 6 أسابيع عفوا، يرتاح الجندي الإسرائيلي ويأخذ قسطا من الراحة، يتم الإفراج عن عدد كبير أو معظم المحتجزين، ثم بعد ذلك نستأنف القتل ضدكم أيها الفلسطينيين ونقتل ما تبقى منكم. هذا يعني كيف ستوافق المقاومة الفلسطينية على مثل هذا؟ لا أعرف، ولا أعرف ماذا يستطيع أن يضغطوا أكثر، يعني أكثر من الضغط بعمليات القتل الجماعية التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، أكثر من هذا هو هذا أعلى درجات الضغط. فالضغط السياسي لن يكون قريبا أو يوازي الضغط على الأرض عندما يقتل أبناء وأطفال وعائلات وأقارب هؤلاء المقاتلين وهؤلاء القادة في حماس أو المقاومة الفلسطينية. فكيف ستضغط عليهم سياسيا إذا لم تستطع أن تضغط عليهم من خلال قتل أبنائهم وأحفادهم وأقاربهم وزوجاتهم وإخوانهم؟ لا أعتقد أن هذا نعم، ممكن. هو ما يعني ينسحب أيضا على موضوع رفح، وأيضا كما قال نتنياهو بأن الحكومة الإسرائيلية قدمت عرضا سخيا. شكرا جزيلا لك من ديترويت، الباحث المختص في العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية السيد خالد الدرعاني.